هذا الاسم. من الصور المنتشرة بقوة على السوشيال ميديا صورة لقدم ست دي بتشتغل جرسونة في مطعم في كندا أعتقد. هي مجروحة ومتعورة بسبب إجبارها أن هي تلبس كعب عالي. الجرسونة دي بتشتغل في أحد المطاعم قلت لكم في كندا، نشرت صورة لقدم صاحبتها واللي كانت بتنزل دم بعد إجبار مالك المطعم ليها على ارتداء حذاء بكعب عالي. ولاقت الصورة انتشار واسع جدا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي عامة، وتمت مشاركتها أكتر من يمكن 11 ألف مرة ونص كمان لحد دلوقتي. اللي نشرت الصورة اسمها نيكولا، وكتبت بوست انتقدت فيه سياسات مطعم جوي بكندا واللي بتجبر العاملات بالمطعم على ارتداء أحذية ذات كعب عالي لا يقل عن 1 بوصة. طبعا احنا كلنا بنلبس عالي بس عشان تشتغلي بيه ده حاجة صعبة جدا فعلا. نيكولا قالت ان صاحبتها فقدت احد اظافرها خلال اوقات العمل بسبب ارتدائها للكعب العالي تنفيذا لما امرها به مديرها في المحل، ودي مش اول واقعة بيتم اجبار فيها الستات في اوروبا على انها تلبس كعب في الشغل. من كام يوم مثلا تم فصل موظفة برضو اسمها نيكولا واللي كانت بتعمل في مراجعة الحسابات والاستشارات الضريبية في لندن بسبب عدم ارتدائها حذاء بكعب عالي، وده في اليوم الأول لعملها. وعشان كده الستات في أوروبا عملوا عريضة بترفض إجبار السيدات على العمل وأثناء ارتدائهم أحذية ذات كعب عالي. العريضة دي جمعت أكتر من 83 ألف توقيع لحد دلوقتي. وأعتقد أن كان في برضو واقعة أخرى في مهرجان كان كانت حصلت برضو انه حد مش فاكره بالظبط يعني، وتم برضو ان المخرجه دي كانت جايه تدخل المهرجان بتاع كان ورفضوا برضو ان هم يدخلوها عشان ما كانتش لابسه كعب. طبعا واحنا كلنا كشتات بنحب الكعب، ما حدش يقدر ينكر خالص الموضوع ده، بس جربوا كده تلبسوا كعب فترات طويله متواصله هتنهاروا منه. واحنا عامه كعادتنا كستات ما نحبش حد يقول لنا نعمل ايه، احنا نلبس الكعب بمزاجنا انما مش غصب عننا. تعالوا نشوف